وفي نشرة سابقة جددت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة جددت الدعوة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرة إلى أن الالتزام واجب وطني في هذه المرحلة لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا. في ظل زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس الكورونا، هناك عدة رسائل نود أن نقولها اليوم. أولاً نجدد دعوتنا بضرورة الالتزام وعدم الاستهتار ومواصلة التعاون وتعزيز المسؤولية المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع لمنع ارتفاع أعداد الحالات القائمة من الإصابات. وفي سبيل العودة للحياة الطبيعية، نود التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل، وذلك لحماية صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس الكورونا. كما نؤكد هنا على أهمية التطعيم الذي يساهم في تقليل الانتشار وتحصين المجتمع والمساعدة في الإسراع بالوصول إلى المناعة المجتمعية والتعافي التام. الخامسة والأخيرة، تكثيف سبل الوقاية الممكنة من الفيروس من حيث اتباع كافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الضرورية كلبس الكمامات. ليس لبس الكمامات عند الخروج فقط، كذلك في المنزل بين الأسرة الواحدة، خاصة إذا كان هناك كبير في السن أو من لديه أمراض مزمنة، لأنهم معرضين للخطورة. ختاما، أود أن أنقل هذه الكلمة للجميع، لكل من يشاهدنا ويسمعنا الآن: ما زلنا نراهن على وعي مجتمعنا الكريم، وأن التصدي لفيروس الكورونا يتطلب منا جميعا التزاما حقيقيا، وهذا الالتزام ليس خيارا من الخيارات، إنما هو واجب وطني.